قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، الله ينادي علينا لنرجع إليه لنعترف بفقرنا إليه لنتضرع إليه، هذا ما يريده الله عز وجل منا لأنه هو المستحق لذلك سبحانه وتعالى، يقدر الأمور العظام والبلايا الكبار لينتبه الناس من غفلتهم ليرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر، فما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نطلب الهداية من الله، إلى أن نطلب ما يصلحنا من الله، إلى أن نتضرع إليه، إلى أن نصلح أحوالنا معه، بدلا من أن نكتب ونفزع على مواقع التواصل، لما لا نفزع إلى الله؟ لما لا نتضرع إلى الله أن يرفع عنا هذا البلاء؟ الله عز وجل ينزل البلاء لنرجع إليه، فلما لا نرجع إليه؟ والأمر كله بيديه، بدلا من أن أكتب منشورا أشكو فيه من الغلاء، لما لا أسجد وأمرغ وجهي في التراب إليه؟ وأقول يا رب ارفع عنا ما نحن فيه وأزل هذه الغمة عن الأمة، وأن تدعو بتيسير الحال ورفع البلاء، فليس لها من دون الله كاشفة.